السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا، قناة الرياضيات والإحصاء. معاكم دكتور مجاهد زكريا علي الشريف. إن شاء الله الليلة حنشوف مع بعض لكشر 19، وطولنا منكم شديد. إن شاء الله الليلة حجيناكم بتطبيقات التفاضل الابلكيشن اوف ديريفاتيفز. قبل ما نبدأ، الرجاء الاشتراك في القناة للناس اللي ما مشتركة، وتفعيل الجرس عشان يوصلكم الجديد إن شاء الله. وشكرا للتفاعل الكبير، وصلنا ل 1000 مشترك ان شاء الله، عقبال ال10000 وال100000 مشترك. شاكر لكم كثير للناس اللي تفاعلت معانا وتواصلت معانا اكثر واكثر. ان شاء الله هنشوف مع بعض الحاصل ان شاء الله شنو في المحاضرة دي ان شاء الله. فالرجال اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان اشاركم الجديد. طيب نبدأ مع بعض المحاضرة بتاعتنا، و application of derivatives. هنشوف الكريتيكال بوينت او القيم الحرجة، النقاط شنو الحرجة، وحندرس how to classify the critical point. هنشوف كيف النهاية عظمى والنهاية شنو صغرى، هنصرف النقاط الحرجة دي إن شاء الله مع بعض. هنبدأ إن شاء الله بداية to find any critical point in curve y equal f of x، عشان نشوف أي نقاط أو أي critical point دالة y بيساوي شنو، بيساوي f of x. هنشوف مع بعض، عندنا خطوات معينة هنشوفها. تمام، we do the following steps. The first step, find the first derivative for this function. هنشوف الدالة أو المشتقة الأولى بالنسبة للدالة اللي قدامنا بتاعتنا y بيساوي شنو؟ y بيساوي f of x، ده عبارة عن الخطوة الأولى بتاعتي. الخطوة الثانية هعمل شنو؟ أخدت المشتقة الأولى جبتها دي ذاتها عبارة عن شنو؟ بساويها بشنو؟ بالصفر. put dy by dx equal 0 or let dy by dx بيساوي شنو؟ بيساوي صفر. طيب المشتقة الأولى لو كانت من الدرجة الأولى معناها حيكون بعدك عندنا قيمة واحدة اللي هي قيمة اكس جاتنا، لأنه أصلا المشتقة قبل كانت عبارة عن شنو؟ عبارة عن متغير المستغل عبارة عن شنو؟ عبارة عن اكس، والمتغير التابع عبارة عن شنو؟ عبارة عن واي. تمام؟ دي دي واي على الاكس بيساوي شنو؟ بيساوي زيرو. suppose that اكس 1 اكس 2 اكس 3 ار ذا سوليوشن اوف ذا ايكويشن 2. طيب فرضا انه المعادلة الأولى كانت شنو؟ من الدرجة شنو؟ من الدرجة الثالثة. أنا المشتقة الأولى كان من الدرجة شنو؟ من الدرجة الثالثة، معناها حيكون في ثلاثة قيم شنو؟ ثلاثة قيم لـ x، x1، x2، x3. طيب بعد ما جبت القيم معناها عندي قيم شنو؟ قيم لـ y، معناها y1 حتكون بيساوي f1 of x، y2 بيساوي f of x2، y3 بيساوي f of x شنو؟ x3. طيب جبنا ثلاثة شنو؟ قيم لـ y. باقي آخر حاجة نعمل شنو؟ أصنف النقاط الحرجة دي عبارة عن شنو؟ القيم النقاط اللي جاتنا عبارة عن شنو؟ x1 y1، x2 y2، x3 y3. طيب عشان اعرف هنا نقاط حرجه كيف، او قيم عظمى وقيم صغرى كيف، بعمل شنو؟ هجيب المشتقه شنو؟ الثانيه. to classify critical point we find the second derivative d square y by d شنو؟ by dx square. طيب عندنا ثلاثة حالات. الحالة الأولى if انه d square y at over dx square at x1 x2 جاتنا بالماينس أو أقل من الزيرو، معناها بنقول على المتغير دي أو على المشتقة دي إنها شنو؟ بنقول على زين الـ x1 والـ x والـ y1 is maximum point. ليه؟ لأنه جاتنا أقل من شنو؟ أقل من الصفر. الحالة الثانية if إنه d square y over dx square at x2 y2 جاتنا بالموجب أو أكبر من الصفر، في الحالة دي حنقول شنو؟ زين x2 y2 is minimum point. بنقول على شنو؟ بنقول على قيمة شنو؟ قيمة صغرى، أو قيمة شنو؟ قيمة صغرى، بنقول على minimum point. آخر حالة if إنه شنو؟ d square y على شنو؟ دي اكس سكوير عند النقطة بتاعت اكس 3 واي 3 يساوي 2 صفر، بنقول على طوالي في الحالة دي زين اكس 3 واي 3 ايش شنو؟ السادل بوين، بنقول على شنو؟ قيمة او سادل بوين او نقطة شنو؟ حرجة او نقطة شنو؟ انقلاب. عندنا مثال واحد عشان ندرس الكلام ده، نشوف ندرس الحالات بتاعتنا اللي بتجينا قدامنا. فاين اند كلاسيفاي ذا كريتيكال بوين اوف ذا كيرف y بيساوي اكس كيوب ماينس 12 اكس. طيب عندنا المشتقة اللي قدامك دي او الدالة اللي قدامك دي عبارة عن شنو؟ عبارة عن دالة y بيساوي شنو؟ function of x. أول خطوة هعمل شنو؟ زي ما قلنا قبل شوية هجيب المشتقة الأولى بتاعتي dy by dx. طيب من هنا كلكم فاضلوا معانا dy على dx بيساوي شنو؟ بيساوي 3x square minus 12. طيب الخطوة الثانية طوال هساويها بشنو؟ بساويها بالصفر. طيب سويت المعادلة بالصفر، قسمت على divided all the term by 3، بقسم المعادلات كلها على شنو؟ بقسم الطرفين على شنو؟ على 3، هتكون x cube x سكوير ماينس 4 بيساوي شنو؟ صفر. حودي الاربعه بهناك حتجينا قيمتين لـ x، يا بزائد 2 او بشنو؟ او بسالب 2. طيب لو x بموجب 2 معناها حتكون عندنا قيمه لـ y اكيد. طيب x اللي بسالب 2 الـ y حتكون بكم؟ ب16. و x لو بموجب 2 برضه حتعوض الموجب، حتكون x بشنو؟
مثال باتنين نشوف ندرسه طوالي. هي المشتقة التانية بتاعتنا تي سكوير واي باي اكس سكوير، هنلاقي شنو جبال جاتنا شنو جبال 3 اكس سكوير. حاول في المشتقة التالتة، المشتقة التانية بتاعتي حاول القيمة بتاعتي هتكون 6 في سالب 2. طيب المشتقة الأولى جبال 2 جاتني 3 اكس سكوير، معناها المشتقة التانية هتكون 6 اكس. 6 اكس قيمة الاكس جاتني بقى كم؟ بسالب 2، معناها هتكون 6 في سالب 2 بيساوي سالب 12. القيمة جاتني أقل من شنو؟ أقل من الصفر، فبالتالي هعمل شنو؟ هقول الدالة بتاعتي زين ماينس 2. الدالة بتاعتي أو عند النقطة بتاعتي هتكون سالب 2 و16، الدالة هتكون ماكسيموم شنو؟ ماكسيموم بوينت. والنقطة التانية طوالي عبارة عن شنو؟ بعوض في الواي بتاعتي، القيمة بتاعتي الجاتني بتاعت اكس الجبال جاتني ب2، سالب 2 صنفناها كانت شنو؟ كانت عبارة عن ماكسيموم بوينت، لأنه جاتنا قيمة شنو؟ قيمة سالبة. هنشوف موجب 2 نعوض في الدالة هتكون شنو؟ طيب أول شيء هجيب قيمة الواي جاتني بسالب 16، معناها النقطة هتكون كم؟ 2 وسالب 16. المشتقة الثانية بتاعتي دي سكوير واي بعد اكس سكوير زي ما قلنا عبارة عن شنو؟ 6 اكس. هعوض فيها شنو؟ هعوض فيها القيمة شنو؟ قيمة الاثنين. طيب 6 في 2 بكم؟ قول لك خلي بالك 6 في كم؟ بموجب 2. عوض اكس ب2 هتكون 6 في 2 بموجب 12، موجب 12 اكبر من شنو؟ اكبر من الصفر. طالما جتني قيمة اكبر من الصفر هنقول طوالي الدالة بتاعتي عند النقطة 2 وسالب 16 از مينيمم بوينت في النقطة دي، تمام؟ فطوالي دي عبارة عن شنو؟ صنفنا الدالة بتاعتنا في الحالات، جاتنا مرة بصدر، مرة جاتنا بمينيمم ماكسيمم بوين، مرة تانية شنو؟ جاتنا بمينيمم بوين، لأنه القيمة جاتنا أكبر من شنو؟ من الصفر. شكرا لحسن المتابعة، الرجال اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان أصلكم الجديد إن شاء الله، وشاكر لكم كثير لحسن تواصلكم، وإن شاء الله حنوعدكم بالمواصلة وإنزال المحاضرات في أسرع الأوقات، وشكرا لكم كثير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.